نيمار خلاص بقى سعودي، لبس العقال والبشت ومن تحتيهم العباية وبقى شبه السعوديين بالظبط. ايه سر التحول العجيب ده لنيمار؟ وايه رأي الجمهور السعودي فيه؟ كل ده واكتر هنعرفه مع بعض في الفيديو ده. نيمار البرازيلي تحول لسعودي. نيمار أحرف لاعب كرة قدم في العالم، بقى بيلبس البشت السعودي والعقال وبيتحرك بيهم فرحان كأن الدنيا مفيش حد زيه فيها. نيمار فرحان جدا بالزي السعودي وخلاص اعتمده في كل المناسبات العامة والخاصة بالنسبة له. نيمار زي ما يكون ما صدق راجع من الإصابة اللي كان بيمر بيها وقال خلاص أنا سعودي ومليش غير السعودية أقعد فيها. انتشرت ليه أكتر من صورة على مواقع التواصل الاجتماعي، والصورة أثارت اندهاش الكل. لبس فيهم نيمار الزي السعودي بالكامل، يعني مش قطعة واتنين من الزي السعودي، لا ده لبسه كله. طيب السر ارتداء نيمار الزي السعودي كامل؟ يقال ان الصور اللي انتشرت لنيمار دي من جلسة حوارية معاه لبرنامج تلفزيوني شهير. نيمار بما انه في السعودية حاليا وواحد من لاعبي النادي خاص بالمملكة، فهو حبا منه في النادي الجديد لبس كده ومبسوط بكده. في برضه بعض من الجماهير اللي بتقول ان نيمار عمل كده علشان يراضي جماهير نادي الهلال السعودي واللي بقاله فترة غايب عنهم بسبب الاصابة. هو اي نعم الاصابة مش بمزاج ولا حتى برضاه، بس هو غاب فيها شوية وده قلق الجمهور عليه شوية. وبعضهم اتكلم انه كان صفقة فاشلة لنادي الهلال السعودي وبفلوسه كانوا يجيبوا لاعب غيره اهم منه شوية، يقصدوا يعني لو كانوا زادوا على الفلوس اللي دفعوها لنيمار فلوس اكتر شوية كانوا اشتروا محمد صلاح من ليفربول. يمكن يعني الفلوس الكتير دي تخلي محمد صلاح يوافق ويرضى ليهم. بالمناسبة بقى، هل تتخيلوا ان محمد صلاح ممكن يجي فعلا السعودية الفترة الجاية ويسيب ليفربول، خصوصا مع الكلام الكتير انه بدأ يقعد مع مسؤولي في نادي باريس سان جيرمان الفرنسي؟ وبقولوا لي رأيكم عن النقطة دي في التعليقات. تعالوا بينا بقى نرجع لموضوعنا الاصلي، نيمار وسر ارتدائه الزي السعودي كاملا. لمن لا يعرف نيمار، فنيمار قبل كده لبس اجزاء من الزي السعودي، هو محب جدا اصلا للسعوديه، بس قبل كده ظهر باجزاء من الزي السعودي باعتبار انه بقى شخص سعودي خلاص. نيمار بيعتبر نفسه حاليا واحد من الشعب السعودي، وده اللي قالته اغلب الجماهير عنه على تيك توك، ورده بالكلام ده انه يكون مجبور على كده او على الاقل ملزم لاجل تعاقد ما. بس القريبين من نيمار وجمهوره اللي يعرفوا من بدري قوي يعرفوا انه ما بيعملش غير اللي في دماغه، الحاجه اللي مقتنع بيها بس بيعملها، غير كده لا نهائي. وعمل ده قبل كده كتير في مواقف كتيره، يعني مثلا اكتر من مره كان بيسيب ناديه لما كان في اوروبا ويروح يحضر عيد ميلاد اخته، ولا بيهمه خصومات ولا غيره، شايف نفسه لاعب كبير وبيتعامل بكده. في النهايه انتم ايه رايكم بقى في نيمار وتعليقاتكم ايه على ارتدائه الزي السعودي كاملا؟ هل مبسوطين بيه ولا لا؟ شاركوني برايكم في التعليقات.